متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا حدث في حفل افتتاح الألعاب العربية والتي تجرى في الجزائر. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن انطلقت يوم أمس رسمياً الألعاب العربية والتي تجرى في الجزائر بمشاركة أكثر من 22 دولة وبمشاركة 3000 رياضي، وأجري حفل افتتاح الألعاب العربية على ملعب الخامس من جويليا الأولمبي، وكانت هناك أجواء خيالية ولوحات فنية رائعة، وجرى حفل افتتاح خرافي في ملعب الخامس من جويليا كما تشاهدون في الصور. ويذكر أن هذا اليوم يصادف عيد الاستقلال الجزائري، وهنا أعزائي المشاهدين شاركونا أنتم بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.